أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. درس الفطر ينبغي أن نحرص عليه ما استطعنا إلى ذلك سبيل. يكفينا هذا الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الآن نحن في بحث الإيجاب، وعن الفطر مدرك درس البعض، درس البعض يجي حلو ويجي هيك ويحرك القلوب، لا، درس الفطر علم. لكن نحن نكتفي بخمس دقائق كل يوم من أجل أن نتعلم. اللي الله بيثبته بيعرف قدر هذا المريض، زي مع الأيام صار عنده هيك رصيد فقهي كبير. قال: مسائل هامة في بحث الإجارة. نحن صرنا منذ فترة في بحث الإجارة، يكاد ينتهي الآن البحث. المسألة الأولى: إذا شرط شخص على الصانع، يعني المعلم بين قوسين، العمل بنفسه، فليس له أن يستعمل غيره. يعني أنت رحت الآن خيط، أخذت شفه، حطيتها لخياط، قلت له سوي لي إياها طلب، بشوفها في شرط، مو الصناعية، لأن عندك بيشتغلوا، أنت معلم، أنا ما بعرف من الصناعية، ما بدي حدا يمد إيده. قال: لا يجوز له أن يستعمل غيره. مثل منا إذا واحد يعطيك قطعة يعني قماش لخياطة، قالت لها: أنت بتشتغلي. في ناس شو بيعملوا؟ في نساء لما بيفتحوا ورشة خياطة بتجيب واحدة منهم وواحدة منهم وواحدة، بتصيروا عشرة، بتبدأ تاخذ شغل، قد ما جاء شغل بتاخذ، بس عمليا هي ما عم تشتغل. ف إذا اشترط عليه انه فعلا انت اللي بدك تشتغل، ما بصير يعطي لغيره. واضح المساله شيخ باسل؟ طيب، قال: اذا شرط شخص على الصانع المعلم عمل بنفسه، انت بدك تشتغل، سواء كانت اذا كنا عم نحكي عن ورشه ايجار تساوي غرفه نوم مثلا، شيخ باسل بكره بيت جوا تساوي غرفه نوم، اخي قالوا له فلان والله معلم، اخي انت مساوي لي اياه، خلي لي صناعين تحدياتك بيشتغلوا، وهكذا اي مصلحه. سيارة بدك تصلحها، أنت بتصلحها. تمام؟ وهكذا. فليس له، إذا اشترط عليه فليس له أن يستعمل غيره، لأن العمل يختلف باختلاف الصناع جودة ورداءة، فيتعين الشرط للحديث الشريف: المؤمنون عند شروطهم. شو يعني هذا؟ المؤمنون عند شروطهم. وأما إذا أطلق له العمل فله أن يعمل بنفسه وبغيره، لأن استحق مطلق العمل. إذا ما اشترط عليك لا يجوز هو يشتغل وغيره. المسألة الثانية: إذا احتاجت الدار المستأجرة إلى ترميم الإصلاح، أنت عم استأجرت البيت في منطقة شعبية هون بعندك، والدار اللي استأجرتها بدها ترميم، بدها شغل. فالترميم على من؟ هي أول مسألة. الترميم على من يا مصطفى؟ إذا أنت رحت استأجرت بيت وبدك تتجوز، والبيت بده ترميم، بده شغل، يعني بده رفض، نحن بنقول له بالعامة. هذا الترميم على مين؟ قال: على المالك. لكن إذا أنت بقى قلبك طيب كثير ورحت نظبطها وظبطها وكذا، رجعت للمالك قلت له: أنا بدي والله عوضني، أنا ما قلت له، أنت ما اتفقنا عليك، ما اشترطت عليك. قال: حينئذ يكون متبرعا. فدائما الترميم بالنسبة للبيت على من؟ على المالك. طيب، وإذا قام بالترميم المستأجر ولم يخبر المالك ولم يتفقا صار متبرعا. المسألة الثالثة: إذا استأجر دارا أو حانوتا فلو أن يسكنها بنفسه وأن يسكنها من شاء ويعمل فيها ما شاء، لأن المقصود المتعارف من الدور والحوانيت والانتفاع بالسكن ووضع المتاع والحرفة، إلا الحداد والطحن فإنه